أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. عنوان هذا الشريط هو التالي: فريدريك نيتشه، فيلسوف أم معتوه داعر؟ إذن فريدريك نيتشه، فيلسوف أم معتوه داعر؟ علامة استفهام. قرأت كتاب فريدريك نيتشه الذي ولد عام 1844 وتوفى عام 1900. إذن قرأت كتاب فريدريك نيتشه المعنون هكذا تكلم زرادشت، وكان عمري حين ذاك 14 سنة، وكنت طالبا في مدرسة الإكليريكية في بيت جالا في فلسطين، وهذا الكتاب متوفر مجانا من رابط سأعطيكم إياه تحت هذا الشريط. وعدت هذه السنة لقراءة هذا الكتاب بالفرنسية، ويعتبر هذا الكتاب أهم كتب نيتشه الذي ينعته البعض بالفيلسوف، بينما يعتبره آخرون معتوه داعر. وهذا هو رأي الأستاذ محمد المزوغي في كتابه التخلص من نيتشه، وهو كتاب صادر من دار أفريقيا الشرق عام 2018، وهو أيضا متوفر مجانا على الإنترنت، وسأعطيكم رابطه للتحميل. حقيقة لم أعر نيتشه أي اهتمام، كل ما تركه كتابه هكذا تكلم زرادشت في مخيلتي، وأن صاحبه مختل عقليا، ولم أكن أعرف في ذاك العمر أنه كان يعاني من الجنون وأنه مات مجنونا عام 1900. ومن تهمه سيرة مختصرة لنيتشه يمكنه البحث عنه في ويكيبيديا تحت نيتشه. ولكن لماذا ينعت المزوغي نيتشه بالمعتوه الداعر؟ هذا ما أحاول توضيحه لكم من خلال استعراض كتابه المذكور التخلص من نيتشه. كنت قد قدمت للمزوغي كتابين، كتابة في الحوار المتمدن وتسجيلا في قناتي، وهما في ضلال الأديان الذي صدر عن الدار الليبرالية في سوريا، وبيير بيل المعنون محمد مقال مقتطف من القاموس التاريخي النقدي ترجمة محمد المزوغي، وصدر أيضا عن الدار الليبرالية في سوريا، وقد نشرت حوار معه للتعرف على سيرته ونشاطاته ومشاريعه المستقبلية. وقد لفت انتباهي أن المزوغي كتب ثلاثة كتب تعرض فيها لفكر نيتشه، وهي نيتشه، هايدغر، فوكو، تفكيك ونقد. والكتاب الثاني نيتشه والفلسفة، والكتاب الثالث التخلص من نيتشه. إذن المزوغي كتب ثلاثة كتب عن نيتشه،
فاستغربت اهتمامه بنيتشه. وكانت هذه مناسبة لكي أوسع آفاق معرفتي، فقررت أن أقرأ هذا الكتاب الأخير، أي التخلص من نيتشه، لكي أقدمه لكم. وقبل أن أبدأ القراءة طرحت على المزوغي السؤالين التاليين. الأول، السؤال الأول: ماذا جعلك تكتب عن نيتشه؟ استغربت لماذا المزوغي يكتب 3 كتب عن نيتشه، ليس كتاب واحد ولكن 3. إذن لماذا هو يكتب عن نيتشه؟ أجاب ما يلي: كنت معجبا بنيتشه ككل الشباب في شمال أفريقيا، فلا يدور الحديث إلا على نيتشه وأفكاره ومؤوليه الفرنسيين. كنا نحفظ حتى عباراته عن ظهر قلب. أتذكر أيام حداثة عهدي بالفلسفة قولة شهيرة لنيتشه من كتاب هكذا تكلم زردشت، كانت تردد من على أفواه كثير من طلبة الفلسفة. هذا نصها: إن المبدع إنما يبحث لنفسه عن رفاق، لا عن جثث ولا عن قطعان ولا عن مؤمنين. إن من يبحث عليهم المبدع إنما هم رفاق إبداع ينقشون قيما جديدة على ألواح جديدة. ويضيف: هذه الكلمات تبدو في ظاهرها محررة، ومن المحتمل أن قائلها يؤمن بقدرة الإنسان على فك قيوده والاستقلال بنفسه. لكني في فترة لاحقة وبعد جهد الدرس والتمحيص أدركت حقيقة أن الرجل قد خصص ذلك التحرر لصنف واحد من الناس، أقلية قليلة، أي النخبة الأرستقراطية. أما أكثر البشرية فمن واجبها أن تبقى في حالة دونية، بل في تمام العبودية. بعد أن تيقنت من خطورة أفكاري هذا المعتوه وتخلصت من هوسه، بدأت الكتابة عنه، فأصدرت أول نص لي نشرته مجلة النهج السورية التي كانت تشرف عليها هيئة تحرير تضم سمير أمين، طيب طبزيني، صادق جلال العظم، محمود أمين العالم، ونصر حامد أبو زيد. وكان عنوان المقال: فريدريك نيتشه، فيلولوجيا المستقبل ومستقبل الفلسفة. كان ذلك في العدد 37، شتاء عام 2004، الصفحات 28 إلى 82. صدمت بكمية السفسطة التي أبداها فوكو ودلوز خصوصا في تأويلات البراءة لنصوص نيتشه التي تزخر عنصرية وعنفا وسفها. إذن هذا هو السبب الذي جعل الأستاذ محمد المزوغي يكتب عن نيتشه. السؤال الثاني: هل درست عن نيتشه في الجامعة؟ وهل درسته لطلبتك؟ أجاب: درست نيتشه في الجامعة من خلال دروس تاريخ الفلسفة الحديثة،
لكني درست فلسفة يونانية وعربية، أفلاطون، أرسطو، الرواقية إلى آخره، ونصوص فلاسفة عرب، الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن باجة إلى آخره. إذا كنت أريد أن أعرف إن كان قد درس نيتشه في الجامعة وتعمق به، وهل كانت مادة أو فكر نيتشه ضمن تدريسه في الجامعة. والآن عودة لكتاب المزوغي، التخلص من نيتشه. لست متخصصا في فكر نيتشه، ويقتصر دوري على تقديم كتاب المزوغي بكل أمانة، دون الحكم على مدى صحة تحليلاته، فهو المسؤول الوحيد عنه، وكما يقال ناقل الكفر ليس بكافر. فللتحقق من كل ما جاء في الكتاب من نصوص وتحليلات، يحتاج القارئ إلى عدة أشهر. أنا لست مسؤول عما يذكره المزوغي في كتابه، ولم أتمكن من التحقق من صحة ما نقله ومن صحة تحليلاته، لكن الكتاب متوفر للجميع، ومن يريد أن يتعمق يمكنه الرجوع لهذا الكتاب في المزوغي، يذكر في الهوامش المصادر التي يعتمد عليها في نقله لنصوص نيتشه وغيره وفي تحليلاته. إذن أنا دوري هو فقط تقديم كتاب المزوغي بكل أمانة. قد تكونوا مؤيدين لنيتشه أو معارضين لنيتشه، هذا ليس شأني، ولا أريد أن أقنعكم بأن تؤيدوا أو تعادوا نيتشه. ومن يختلف مع الأستاذ محمد المزوغي يمكنه التواصل معه في الفيسبوك. إذن مهمتي الآن هو أن أقدم لكم هذا الكتاب شكلا ومضمونا. عنوان الكتاب إذن التخلص من نيتشه، صدر عن دار أفريقيا الشرق عام 2018، ويقع في 314 صفحة، وهو كما قلت متوفر مجانا على الإنترنت. وقد تبع المزوغي في عرضه لفكر نيتشه نهج بيير بيل في كتابه محمد، مقال مقتطف من القاموس التاريخي النقدي الذي ترجمه وقدمته للقراء. ويبدأ كتاب المزوغي بفقرات تختصر مضمونه من الصفحة 5 إلى الصفحة 17، ثم يفصل هذه الفقرات من الصفحة 17 إلى صفحة 378، وينهي الكتاب بقائمة المراجع التي تتضمن مؤلفات نيتشه المترجمة للعربية، وأعمال نيتشه باللغة الألمانية، ومراجع باللغة العربية أو مترجمة للعربية، ومراجع باللغات الأجنبية. هذا بخصوص شكل الكتاب، حجمه، أين صدر، أقسامه. ذكرت أن المزوغي اتبع في عرضه لفكر نيتشه نهج بيير بيل،
وهو نهج خاص به. ولكن يمكن تقسيم مضمون كتاب المزوغي إلى 3 أجزاء، وأنا فيما أقول رجعت إلى محمد المزوغي للتأكد بأن تقسيمي سليم حتى لا أخون فكرة. إذن لو قسمنا الكتاب رأينا أنه ينقسم إلى 3 أجزاء في المضمون. في الجزء الأول يستعرض المزوغي مواقف نيتشه المشينة التي على أساسها يصفه بالمعتوه الداعر، جاء ذلك في الصفحة 56، وقد استشهد بمقولة الكاتب الروسي تولستوي الذي يستغرب لماذا الألمان، وهنا أذكر جملة تولستوي، إذن تولستوي الذي يستغرب لماذا الألمان يجنون بكاتب قصصي داعر مثل نيتشه. هذا الرجل لم يكن على الإطلاق فيلسوفا، وليست لديه الإرادة الصادقة للبحث وقول الحقيقة، لكن فلنسلم بأن نيتشه لديه انتفاخ باهر في العبارات. حسنا، هذه فقط هي صفة كاتب القصص، والتي لا تسمح بإعطائه مكانا بجانب المفكرين الكبار ومعلمي الإنسانية. إذن محمد المزوغي ينعت نيتشه بأنه معتوه داعر، ويستشهد بمقولة تولستوي، ويذكر مطولا مواقف نيتشه المشينة التي تبرر وصف نيتشه بأنه معتوه داعر. من بين تلك المواقف المشينة تلك التي تحط من المرأة وتساند ختان الإناء وتطالب بالقضاء على المرضى والمعاقين والمتسولين وتساند العبودية وتدين الرحمة بالضعفاء وتدعو للعنف والإرهاب والحروب وتؤيد الطغاة وتطالب بحرمان الشعب من التعليم العام. هذه هي المواقف المشينة التي اتخذها نيتشه وجعلت الأستاذ محمد المزوغي يصفه بالمعتوه الداعر. أكرر هذه المواقف. إذن من بين تلك المواقف التي اتخذها نيتشه مواقف مشينة، تلك التي تحط من المرأة وتساند ختان الإناث وتطالب بالقضاء على المرضى والمعاقين والمتسولين وتساند العبودية وتدين الرحمة بالضعفاء وتدعو للعنف والإرهاب والحروب وتؤيد الطغاة وتطالب بحرمان الشعب من التعليم العام. هذا هو القسم الأكبر من كتابه، يبين فيه إذن مواقف نيتشه المشينة التي جعلته يصف نيتشه بأنه معتوه داعر، وكل مرة يعطي مصادره. هذا هو الجزء الأول، إذن هو الجزء الأكبر. في الجزء الثاني فند المزوغي رأي من يعتبره فيلسوفا من بين الفرنسيين أمثال بول ريكار
ريكر وجيل دولوز وميشيل فوكو، والإيطاليين أمثال بينيتو موسوليني وجني فاتيمو، والكتاب العرب أمثال فتح المسكيني ومحمد الشيخ ومحمد أندلسي وعبد السلام بن عبد الله عبد العلي وفوزية ضيف الله وإدوارد سعيد. إذن في الجزء الثاني يفند من يدعي أن نيتشه هو فيلسوف، ومن كبار الدعاة لنيتشه والمروجين لفكرة هناك خاصة ثلاثة مؤلفين فرنسيين روجوا لفكرة نيتشه، وهم بول ريكر، جيل دولوز، وميشيل فوكو. وهو يرفض موقفهم من نيتشه. ومن بين المؤيدين لنيتشه هناك بنيتو موسوليني المعروف، وجني فاتيمو، وهناك كتاب عرب يعتبرون نفسهم نيتشيين أمثال فتح المسكيني ومحمد الشيخ ومحمد أندلسي وعبد السلام بن عبد العالي وفوزية ضيف الله وإدوارد سعيد. إذن هذا هو الجزء الثاني يفند فيه الأستاذ محمد المزوغي رأي من يدعي أن نيتشه كان فيلسوفا. في الجزء الثالث، وهو جزء مهم جدا على رأيي، إذن في الجزء الثالث قارن المزوغي بين مواقف الشريعة الإسلامية ومواقف نيتشه، وهذا لا تجده في أي كتاب آخر، فقد جهد نفسه الأستاذ محمد المزوغي في مقارنة تعاليم نيتشه وتعاليم الإسلام، فهو يرى أن كتب نيتشه، وهنا أذكر نص المزوغي، إن كتب نيتشه هي خزان الشناعات والتخاريف الأكثر قرفا في العالم، لكأنها مرآة عاكسة لكل ما أنتجه التراث الإسلامي ابتداء من النص المؤسس أي القرآن، ووصولا إلى المدونات الفقهية على المذاهب السنية والشيعية كلها. وهذه الفقرة أخذتها من الصفحة 316. إذن هذا الجزء الثالث الذي أدعوكم لقراءته بتمعن. هذا الجزء الثالث مخصص للمقارنة بين تعاليم نيتشه وتعاليم الإسلام. وبطبيعة الحال ليس في صالح الإسلام، ولكن لنقد كل من الإسلام ونيتشه. مثلا موقفه من المرأة، موقفه من العبودية، وغيرها من المواضيع الأخرى، كذلك العنف والحروب وما شابه ذلك. أترككم ترجعوا لكتابه هذا للمقارنة بين فكر نيتشه والشريعة الإسلامية. أنهي هنا هذا الشريط، فلا أريد أن يكون طويلا، وسأعطيكم رابط المقال الذي نشرته ويتضمن الروابط للكتب التي ذكرتها. وهذا المقال المعنون
فريدريك نيتشه فيلسوف أم معتوه داعر، صدر في موقع الحوار المتمدن هذا اليوم وهو من قلمي. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. نسيت في بداية الحلقة أن أشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. على صحتكم جميعا، مرة ثانية، أشرب على صحتكم جميعا. مع السلامة وإلى شريط قادم.